من المأثورات أيضا في هذا الصدد قصة الملك الذي أنجب طفلا بأذن واحدة، وحين خشي عليه من سخرية المجتمع نصحه أحد مستشاريه بقطع أذن كل مولود جديد، ففي النهاية يتشابه الجميع، وبعد عشرات السنين بالفعل أصبح المجتمع كله بأذن واحدة. ثم حدث مصادفة أن حضر شاب إلى تلك المملكة أو إلى تلك المدينة وكان بأذنين كما هو في أصل خلقة البشر، فاستغرب سكان المدينة من هذه الظاهرة الغريبة وجعلوا الشاب محل سخريتهم، كانوا لا ينادونه إلا بذي الأذنين سخرية منه، حتى ضاق بهم ذرعا وقرر في النهاية أن يقطع أذنه كي يصبح واحدا منهم ويتخلص من سخريتهم. الشاهد هنا أو المغزى الذي ترمي إليه هذه الرواية هو احتفظ بأذنيك حتى وإن سخروا منك، احتفظ برأيك وواجه به المجتمع، فإما أن يكون رأيا صحيحا وإما أن يكون رأيا خاطئا، اختلافك هو سر قلق الآخرين، سيسخرون منك في البداية حين تطرح فكرة جديدة، ثم سيهاجمونك، لكنهم في النهاية سيعترفون بك ويحتفلون بك، وهذا شأن كل الاكتشافات العلمية على مر التاريخ وكل الأفكار التي ساهمت في تغيير مسيرة البشرية الحضارية.